الباجي قايد سبسي انتهى وسيخرج من الباب الصغير. في تقديرك كيفاش ممكن يتعامل الباجي قايد سبسي مع هذا المعطى الجديد؟ هو بيني بينك ان وقع او لم يوقع شيخ هو ديجا خرج من الباب الصغير لانه ترك الامور لهذه الى هذا النوع من التعفن. هو خرج منذ مده. اليوم هني قلت لك يعني يبعثون باش قايد سبسي صافي سعيد يبعثون الكورة مش يتلقفها. ما هي كل حركات بهلوانية, كل حركات في الوقت الضائع. علاش قلت لك انا حركات بهلوانية؟ طيب هاو بعثون الكورة او تلقفها او باش يعاود يرجعها, لانه مش حتفض يرجعها وين؟ هل هو راسم جيدا الهدف متاعه؟ ما هي هذه المشكلة. به الهدف متاعه تأجيل انتخابات, هل هو رابح؟ هل الديمقراطية رابحة؟ ماذا سيربح 16 أكثر أو أقل؟ ماذا سيربح من عام؟ يعني حتى في الشيخوخة اليوم الطب يقول لك احنا كي نزيدوا في الأعمار من 70 ل 77 ولا من 77 ل 82 احنا نحبوا 5 سنوات صحة جيدة, مش 5 سنوات فوق الشيخوخة. ثم أنا كي نزيد عام قادر نعمل فيه شيء أو نزيد نعفن فيه الوضع أكثر؟ ما هو جربوا الجزائر الرئيس شبه غائب أو شبه ميت, حبوا يعطوه هكا هاو يشوفوا شو صار. الجزائر توا بلوكاج كامل, لن نجموا نقولوا الثورة نجحت, ما زالت تسمي نفسها في حراك, ولا نجموا أنه السلطة ولا كذا عاودوا وكمان يعني عاودوا مسكوا ونظموا الشارع ونظموا السلطة وكذا, هم في بلوكاج ومش قادرين يمشوا الانتخابات وكم مرة يتراجعوا. أخطر ما يصيب سلطة هو أنها تصبح في مهب التراجعات, أنه اليوم تصدر قانون غدا تراجع عنه, اليوم تصدر قانون غدا تراجع عنه. هذه يفهموها الدكتاتوريين. الدكتاتوري لازم أنت تشد خط حصانة يعني ما تراجعش عنه. إذا تركته هذا الخط مش تمشي الخط اللي بعده, بتزيد تطلق وهكذا. طيب صافي إيه؟ سعيد إيه هذا مثال تو نجو نقولوا هاو رجعوا هاو البيجي ظهر كذا وهاو ظهر ذكي. لا ذكاء ولا شيء, التذاكي هذا في هذا تذاكي مش ذكاء. وهذا صيد في المياه الحكرة, واحنا لازم نترفعوا على هذا الشيء. يعني انا قلت لك يا اخي انا توا انا كان نحب نترشح ولا انت تحب ترشح, هو يخدمك القانون هذا يخدمك وما يخدمكش برضه, فهمت؟ ولكن مش نقول والله يخلي فخار يكسر فخار, ايضا هذا موقف سيء من الديمقراطية. لا ما نخلوش فخار يكسر فخار. فما شكون يقول اليوم صافي سعيد الديمقراطية لازم يكون عندها انياب وتدافع على روحها؟ ايوه الديمقراطية اليوم قيادات حركة النهضة وقيادات تحية تونس يحكيوا على تحسين التجربة الديمقراطية من مشاريع تحايل سياسي. معك ساضرب لك مثال. امبارح انا قاعد مع جماعة نقاش وكذا, قلت لهم مرات احنا نبنوا الواحد يبني دار وجايب لها مهندس وجايب لها مقاول وجايب لها كذا وكذا, هو يسكن فيها بعد شهر ويبدا يكتشف عيوبها. هذا شيء مادي, دار بسيطة صح ولا؟ انت مش باش تهد الدار كاملة ولا باش تبيع الدار لمجرد عيوب ولا اي شيء, انما عليك ان تصلح هكا ولا؟ احنا نجم نقولوا مرات نوجدوا ثغرات في الدستور نجم نصلحوها صح ولا؟ نجم نصلحوها. الدستور التونسي يمكن انا من القلائل الذي لم يصفق له وانتقده في الحين وقلت ربما ذات يوم سأؤمن به او سأتبناه, وقلت لهم كمان مرة اخرى على ابراهام لانكون في الدستور الامريكي هو يقول اليوم انا لا اوافق عليه لكن غدا بالتجربة قد اوافق عليه, قد بمعنى التجربة هي الاساس, هي اللي تعطيني هالدستور هذا باهي ولا مش باهي. شو احنا جينا صفقنا وعملنا احتفالات على ورق, جينا نطبق فيها الورق وجدنا ما لا يطبق في اغلب الاحيان. اذا هم من حقهم, ولكن ثم اليات, ثم استفتاء. اين هو الاستفتاء؟ اين هي المحكمه الدستوريه؟ اين 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 اين, أين؟ كيفاش؟ ما هذا هو الاساس. ما انا مانيش ضد انه نغير ولا نحور ولا نسد الثغرات او نصوب او كذا, هذا كله وارد في كل تجربه سياسيه. احنا نوع الفكره لنا نعيش على الجمهور, على وقع الجمهورية الفرنسية الرابعة اللي هي ودستورها تافه
وهي اللي دمرت فرنسا. لذلك خويا احنا حتى كي نمشوا لتجارب نجيبوا اسوأ التجارب ما ندرسوهاش مليح وعوض نعملوا ديمقراطيه نابعه من عنا. هي الديمقراطيه اهميتها شو عند الفلاسفه؟ هي الديمقراطيه الديمقراطيه ما عندهاش قواعد وضوابط. صافي سعيد عندها ضوابط وقواعد عامه. ما فيهاش اخلاقيات الديمقراطيه؟ فيها اخلاق. هل انه ما يقوم به نبيل القروي اليوم من الناحيه الاخلاقيه مقبول سياسيا وانتخابيا؟ شو يقوم به نبيل القروي؟ ما تقوم به جمعيه عيش تونسي يا ودي وغياب الشفافيه الماليه. انا تو نحكيك على الدستور. كي نجيو نحكوا على نبيل القروي شو رايي فيه ولا كذا كذا كذا، اولا قلت رايي لا احد يزايد عليه، فهمت؟ قلت رايي في فلان وفلان 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 ومستعد نقول رايي حتى في يوسف الشاذ. في نبيل القروي اليوم يعتبر نفسه على خطى ماهوش موضوع اليوم نبيل القروي، اليوم نبيل القروي هو وغيره ربما حتى انا معاه ضحايا. ماهوش موضوع نبيل القروي، نبيل القروي ما هو اللي طلع الباجي قائد السبسي. ما هو الصانع الرئيس. اخويا ليش يبقى صانع هو؟ ما تعرفكم كلمه في تونس، ما هو الصانع لازم يكون معلم. يحب يصير معلم ذات يوم. هاو الصانع اصبح معلم. يعني ليش لا؟ انا نقول لك لو نحكوا حقيقة قد لا يعجبنا نبيل القروي. بس احنا نكاد نكون قد سلمنا له الحكم قبل ان ينتخب بهالممارسات هذه. هو نبيل القروي كان يحبط لهم القانون هذا. يعني ما عليهم الا ان يسلموا له مفاتيح البلاد. يقولوا له خلاص سلمنا بيك وبقدراتك. لانه ها هو العجز نتاعهم. لانه هالصف هذا الاحترافي التقليدي يمارس في سياسه تقليديه غبيه بدون عيون، بدون كشافات ضوئيه. يربحوا منها الاخرين، يربحوا منها الشعبولوجيين. فهمت؟ شابول يعني الديماغوجيين، هي شعبويه البوبيليزم كلمه ماخوذه من الديماغوجي، بالترجمه لكلمه الديماغوجي ديماغوجيا اللي هي لاتينيه. يستفيدوا منه. من الذي يستفيد في اخر المطاف من الشعبويه؟ من الاغبياء التقليديين يستفيدوا منهم الشعبويين، بعد الشعبويين يستفيدوا منهم الاستبداد. من الاستبداد عائد في تونس اذا ظلينا هكذا. حلم ليلة صيف هذا صافي سعيد حسب رأي البعض. أنا أخويا هذه عجلة التاريخ يرى وأنها تمشي للأمام، ما تنجمش ترجع بالتوالي. أنا اسمع في مرات برشا تحاليل لا تنطبق على هذا البلد، بلد عجيب. بلد سهل الممتنع. تونس بلد العجائب السياسية صافي سعيد. بلد سهل الممتنع 10 مليون 12 مليون قد سكان مدينة في أفريقيا. سكان كنشاسا 15 مليون، سكان كانو 12 مليون. ربا عندهم والماء عندهم، ما فيش مجاعة وما فيش سرقة، والكهرباء بالبطاقات والماء بالبطاقات. احنا ما زلنا نناقشوا نعملوا بالبطاقات ولا ما نعملوش. طيب صافي سعيد، انتم شعب غريب، شعب غريب. اقرب بلد عربي، اقرب بلد عربي لاوروبا لم تستفيدوا شيئا من اوروبا. طيب صافي سعيد، وعندما اقول موجه للنخبة بتاعنا. واضح اليوم باش تفسر صعود ما اسميته انت بالقوى الديماغوجية. لان فشل الاخرين، فشل هذون الحكام الأوليغارشي الحاكمة، فشلت في كل مكان، لم تنجز شيئا. لا أزايد عليه، لم تنجز شيئا، متهمة في كل خطوة تقوم بها، لم تحرر إرادة هذا الشعب، لم تذهب إلى الإنجازات الكبرى، ظلت سجينة الكلمات والشعارات، لم تبني علاقات دولية جديدة، لم 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 لم. هذا كله يعرفه الشعب اليوم. شوف مره مسلسل القمح يحترق، مره مسلسل الدلاع كذا. انا ما عادش فاهم، انا وين ما نفتح فيديو نوجدوا الدلاع يتكسر ويتهش، والفلاحين يشكوا ويتباكوا ويقول لك خلونا نصدروه. وين باش صدروه دلاع فاس؟ مانيش فاهم، لا الفلاح لا الحكومه لا الوزير، مش فاهمه في تونس. كيفاش فلاح هو يقول على دلاع وفاسد لا يؤكل حتى الحيوانات لانه يقتلها، ويقول خليني نصدره. وين تصدروا يا اخي؟ الشعوب بهائم برا. مش فاهم انا، ما يطلع ولا وزير يفهمك ولا ريبورتر صحفي يفهمك. الوزير تكلم صافي سعيد، قال كلمه الدلاع والدلاع سليم. لا لا انا نحكي تو فيديوهات، مش يكذب هذا اللي يكسر في بال 100 دلاع وهو قاعد ونشوفوا فيها هذه، ويخرج فيها ويخرج فيها بامراضها بكذا.
علاش؟ شفت عم نول المره هذه ما شفتش، عم نول شفت دلة، شفت دلة بلاستيك. مش وكانك تبالغ في تصوير المشهد على انه سوداوي. قلت لك مش فاهم حاجه، وكانه لوحه سوداويه ما فيها حتى نقطه مضيئه. صافي لا سعيد، لا لا خليك ما تمشوش بعيد يا حبيبي، كل شيء تنسيب وكل شيء نسبويات وكذا. انا نحكي لك في مساله معينه، قلت لك ما فهمتش الدلاع هذايا هالفاسد هذايا يقولوا خلينا نصدروه، معنى ان الحكومه مانعتهم من التصدير. باهي، فيما لو ان الحكومه تمنح ما تمنحهمش من التصدير، وين باش نصدروا الدلاع؟ اولا الدلاع وين باش نصدروا؟ ليبيا ولا الجزائر؟ ما ينجو دلاع اكثر منه. وثانيا باش ينزلوا لاوروبا ما فيه مواصفات وما فيه اتفاقيات وما فيه كذا، ما نعرفش انا هالكلام اللي منا ومنا ومنا كلام يا ودي. البلاد تدمرت، الجهاز العصبي تدمر، ما عادش يجمع، ما عادش يفهم، ما عادش حوار. المواطن مش جزء من المشكل اليوم، المواطن مش جزء من المشكل. صافي سعيد، اللي تصير له مصيبه اعطيني الدوله، تعطيني الدوله تصير له مصيبه تمشي البنك الدولي، اللي الناس يطلبوا في المكرونه، الناس اللي يا اخي الجهاز العصبي، جهاز المناعه نتاع البلاد دمر. صافي سعيد، راجعين مش نستكملوا حوارنا معاك بعد قليل. مش باش نحكيو على المكرونه، ومش باش نحكيو على الدلاع، ولكن مش نحكيو سياسه مباشره.